بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 4 ليسون 1 ميديانز اوف تراينجل. طيب احنا كده النهارده بدايه الجيومتري، والجيومتري في الترم دوت حلو لطيف كويس جدا وهيمشي معانا حلو قوي ان شاء الله، وفي حاجات كتيره قوي قوي هتفيدنا من بريب 1. وعشان كده انا يمكن في الليسون دوت ندخل حاجات برضو ان احنا نفتكر بيها الجيومتري بتاع بريب 1، عشان طبعا احنا الجيومتري تراكمي، كل الماس تراكمي، لكن في حاجات مهمه قوي 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 نفتكرها مع بعض. المهم نبدا كده بسرعه عشان ما اطولش عليك، ونبدا في الميديانز اوف تراينجل. يعني ايه ميديان؟ في الاول كده شايفين التراينجل اللي في اللفت دوت، تراينجل اي بي، بص اف دي is bisect ال بي سي، يعني لو الدي هي ميد بوينت للبي سي، يعني بمعنى اصح ان الدي سي ايكوال الدي بي، then يبقى الاي دي دوت ميديان او تريانجل ميديان. يبقى ايه هو الميديان؟ هو الميديان هو لاين فروم فيرتكس تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايد. يعني الاي دي دوت هو طالع من الاي، والدي هي ميد بوينت للبي سي، يبقى الاي دي هو ميديان. طيب تفتكروا كده على الشكل اللي احنا بنقوله ده، ممكن يبقى فيه كام ميديان للتراينجل؟ طب عدد الفيرتكس، يعني ممكن تيجي من السي كده اهو، وممكن تيجي من البي كده اهو، يبقوا دول برضو ميديان للتراينجل. تمام. طيب اهو في الصوره ديت احنا جايبين تراينجل اي بي سي، الاي اي هو ميديان للتراينجل لانه قال لي ان الاي سي ايكوال الاي بي. طيب لو انا شفت اللاين اللي طالع من بي اف، فين اللاين اللي طالع من البي اف؟ هو الاف في الميد بوينت بتاع الاي سي، الاف اي ايكوال اف سي، يعني البي اف هو برضو ميديان للتراينجل اي بي سي. طيب من الفيرتكس السي طالع لاين في الدي الميد بوينت للاي، يبقى السي دي هو ميديان، يبقى الاي دي ايكوال الدي بي، ويبقى السي دي ميديان. يعني هنا عندي ان الاي اي ميديان، والبي اف ميديان، والسي دي ميديان. طيب هلاحظ ايه بقى؟ ان 3 ميديانز لاي تراينجل انترسكت في بوينت، انترسكت في بوينت، البوينت دي اللي هي ايه؟ اللي هي بوينت الام. تمام. طيب مالها بقى بوينت الام دي؟ هنيجي بقى لاهم حاجه في الليسون بتاعنا، دي الام. اوكي، واكيد في لاين كده اهو اللي هو الميديان اللي جاي من هنا اهو، والميديان اللي جاي من هنا. طيب ايه اللي انا بقى هتكلم فيه؟ هتكلم في رول مهم قوي، وهو ده المين رول بتاع اللسن. شايفين الاي ام؟ هتبقى 2 الام دي مرتين قد الام دي، يبقى الميد او الانترسكت بوينت، الانترسكت بوينت هتبقى موجوده في مكانها الام، اللي احنا قلنا لو السي ده هيعدي عليها وده هيعدي عليها. تمام. طيب يبقى الام بوينت هتبقى الاي ام ايكوال 2 الام دي. طيب والام دي هيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال هاف الام اي. يعني انا هعتبر ان الميديان ده هو متقسم ل 3 بارتس، ادي بارت وادي بارت ودوت بارت، 3 بارتس دول ايكوال بعض. اوكي. طيب الاي ام ده واخد 2 بارتس، لكن الام دي هو 1 بارت، يبقى الاي ام هو ايكوال 2 الام دي. اوكي. طيب يبقى بوينت فروم ذا فيرتكس، يبقى الانترسكت بوينت هي ديفايدد ذا ميديان ريشيو بتاعتها 2 2 2 2 3 from the vertex.
امال from the base 1 3 او 1 2 3 تمام. ليه تاني كده ال AM انا قلت ان هي مرتين قد ال M دي، يعني لو هقول over 3 يبقى هقول كام over 3؟ هقول 2 over الكل اللي هو 3 لو انا بتكلم from vertex. طب لو بتكلم from base، البيز هو كله كام over 3، لكن هنا 1 over 3 وال AM equal 2 ال MD وال MD equal half ال AM. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. وانا بس لو انا فهمت، لو انا فهمت ان الام هي ديفايد الميديان فروم ذا ريشيو 2 تو 3 فروم فيرتكس و1 تو 3 فروم بيز، خلاص كده يبقى انا كده هقدر احل. طيب والميديان الثاني، يعني لو الميديان، لو في ميديان كده اهو، دي مثلا اسمها اف اوكي. طيب يبقى السي ام هي من الفيرتكس، يبقى السي ام ايكوال تو الام اف لها مرتين، والاف ام ايكوال هاف الام سي. طيب السي ام ايكوال كام من الميديان نفسه كله؟ السي ام ايكوال 2 اوفر 3 من سي اف كله. طيب الاف ام هي ايكوال كام من الميديان كله؟ الاف ام ايكوال 1 اوفر 3 اللي هو الميديان كله. تمام. طيب ارجو ان تكون اتفهمت. طبعا لما نيجي نحل اكتر فهتبان لي اكتر. عايز بقى افتكر معاكم كام رولز كده كنا خدناهم في كليب 1. لو عندي رايت انجل تراينجل ات البي والسي 30 هيبقى ايه بقى على طول؟ الاي بي الاوبوزيت لل 30 بيبقى هاف الهايبوتنس. دي طبعا هتبقى 60 ماشي، بس دي مش هتفيدني بشيء، انا عندي هو مديني دي 30 على طول. ففي الرايت انجل تراينجل السايد الاوبوزيت لانجل 30 هو half الهايبوتنس. ففي الكيس دي يبقى ال AB equal half من ال AC. اوكي. طيب لو عندي تراينجل والدي هي ميد بوينت لل AB وال E ميد بوينت لل AC، تبقى ال DE equal A equal half ال BC، وتبقى ال DE parallel لل BC. لو عندي الدي هي بايسكت للاي سي، يعني الدي سي ايكوال الاي دي. طيب وانجل البي 90، يبقى البي دي ايكوال ايه؟ ايكوال هاف الاي سي. وممكن يعني البي دي يبقى مين؟ يبقى البي دي ممكن ايكوال الاي دي، اور البي دي هو ايكوال الدي سي، او الماستر بتاعي البي دي هو ايكوال هاف الاي سي. هنكمل مع بعض برضو شوية كونسبت كده في الجيومتري. اول حاجة الكمبلمنتري انجلز. ايه هما الكمبلمنتري انجلز؟ الكمبلمنتري انجلز هما تو انجلز الصم بتاعهم 90. طالما ال A equal and plus ال B equal 90، يبقى ال A وال B مالهم كمبلمنتري انجلز. طيب supplementary انجلز، طلع ال A plus ال B equal 180، يبقوا ال A وال B supplementary angles. ال accumulative angle at a point، لو عندي point هنا اهو ودول كلهم angles accumulative، الصم بتاعهم بيبقى ماله؟ الصم بتاعهم مجموعهم كلهم 360. طبعا انا ما بشرحش الكلام ده، احنا واخدينه في clip 1، احنا بس بنفتكر مع بعض. ال vertically opposite angle، لو عندي two straight line intersective point، يبقى each two opposite angle equal in measure، يعني C هتبقى equal D وال A equal B، لكن ال A مش equal C مش شرط. انا اللي عندي ان ال opposite لبعض، يعني ال A equal B وال C equal D. طيب triangle exterior angle اللي هي D تبقى equal A the sum of two angles non-adjacent، أو the sum of non
two adjacent angles. يعني measure angle D equal measure angle A plus measure angle B. Parallelogram. H2 adjacent angles equal 180. Sum time. The sum of H2 adjacent angle equal 180. يعني A plus B 180. وال B plus C 180. وال C plus D 180. وال D plus A 180. ايه كمان؟ H2 opposite angle equal in measure. يعني measure angle A equal measure angle C. وايه تاني؟ وميجر انجل البي ايكوال ميجر انجل الدي. الباراليلزم مين هنا الترنيت انجل اللي عاملين حرف الزاد مع بعض؟ يعني 3 ايكوال 6 ومين تاني لو زاد معكوسه؟ وال4 ايكوال ال5. دول الترنيت انجلز. طيب في ايه تاني؟ في ال corresponding angles. corresponding angles شايف انجل ال A وانجل ال 5 دول equal بعض. 3 انجل 7 دول equal بعض. ال 2 وانجل 6 دول equal بعض. ال 4 وال 8 دول equal بعض ودول اسمهم كل دول corresponding angles. طيب ايه كمان؟ ترينجل دوت دي انا قلتها واعدها تاني لو الاف لانها مهمه جدا. لو الاي ميد بوينت للاي بي والاف ميد بوينت للاي سي يبقى الاي اف بارلل للبي سي اند الاي اف ايكوال هاف البي سي. ما تخليش الكلام دوت ينسيني الميديان الاساسي اللي انا قلت ان الانترسكت بوينت هي ديفايد the median ratio 2 to 3 from the vertex or 1 to 3 from the base. تمام الجيومتري طبعا عايز حل ونحل كتير على قد ما نقدر واي حد تقف معاه حاجه يبعتها لي ونكمل مع بعض ان شاء الله.